السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ميرو بادونك جوكتان سعاد والبيحيل والبيكوتاي وإيا برنامج كيني فلغين تاو عاو كسو قادينو عاو هدم حان كسو قادينا عاو حان كسو قادينا وجودي قوج عدد وهبين مالتي قوج عدد ومالتي قوج عدد دقالي قوج عدد سرد قريسي كوات إيا عاو حسينا محان قوج عدد محصة مين ورهيبي باش ربانت معي كفايدة باش يسغل معي كفايدة لابا لازبا وعرب نعاوة سيد عاس غوبا إنا ينقدر عن إرهم ربانت أنا محو كفايدة باش ربانت معي كفايدة ما باش السول دكتا هذا كسول دكتا وربانت بدن يعي معي كفايدة معي كفايدة باش يسغ محو سامين وريبي سامين وريبي واسك عضاي وها وريبي عيتا كومنا بغلال محابيسا أي وريبي فوقنا محبيسة مستقبل كودي ملاحية وحكا الله مجرى
ومحابيس دتكود رقيس كحقود أما مامول كجراهي أو سرعين دي مامول طغن مامول طغن مامول آلهين معنا بيش سدو إساخ أي ندن كلاين دن حاجة كلاين أي نجري أما دن قيمة بكلاين حقود عندي كنا لا بدأ سوال أوران كرام دن قيمة كلاين الدليل إيه سقيمة لهم عفوا مك توقف دقال ليك سكر صوت دون تقيمة نين ولاك يسكسو دولي دقان وصلين هو يعرور يلمتك لين هاي متابع كلين هاي قيمة ماله أو تدر قيس وين واحد الله دوضنا مجلان واحد الله رشنا مجلان حقيقة واحد وهدي أنا مملكة غركود موسى هك شيء هو قرينا وحده ده بحيرة موسى محو أنت عن اللي ما كان حابس قد قالمي محو قد قالوا موسى هك شيء وسميه وحده إنه صحبة كسو قادم بقى ده كان إيه صحبة كسو قادم تاس والله كاس أري ما يقول قدمه ده كان هو يدينا موسى بيح مقالد وكله إنه اللون ما كاس قالت كملا نيكي أسيب هو وين دقال قبل سوق هذا لدول دول إسكان دقي دول اسمه ده دقال ضد دقان ولا له قريه دقان كنت كسر حق المدافع كتورة هو صرفته وقال هبيري مال نيكاس مياه قرشلة نيكاس وحلو هيرشمية نيكاس وح محبوس الهاشمية محبوس الوحار وحرارية وحال الدولة استراتيجية أي محبوس كان مغان إيو حسابتا كاس كحسابتا لكن هو بيل وقبيل وقبيل قرن اسمه ده وقبيل قرن اسمه ذي وقب إلا قاتل قب أنا جير نسخة دادعي مركب حوا أفك وحوا يا محدي كرا وقبيل وقبيل إسقال دوا وإسقال دي كنتين ووح آديات مارتا دا أفيرسو دا صدرانوا حقني لاه وادا صدران دا تكو دا قلدا أيقا إسقال داي دا تكو دا قلدا نفتو دي هفاين بيان إسكي شيغاين وحان أقو دران نيكي عن ساقون قفت عن ساقون هذا كو دار هدي لقو دا مقعا هذا أقون هذا بل نين سومال مامولك سومال هوستك هذا ويدس سومال المحيطة يعو كل الدولة دانا اسمي يغان مكتا اي اندروا دادك وحا قولي تغفا نساقون وحا كوحي غف نفتي ذا حل موضي نفتي ذا كويس كاسا كوحي فيري حل وحو موضي انو نفتي ذا كوي حالا قرصتي لباتا قرصتي بربلام قرصتي بربلام كوحو قرطي وحو وفامي ان نفتي ذا كوي وفامي ايو حل موضي كاسا كليت بس كاسة كوة وها كوه قعيتة نينا ما نسخون ورجاء ور بل نينا نسخون حوا ده نما المجلس أقول معني ذماها ونما نسخون ونينا حالات ده مركز وكل سوية أما ضلك جو أما ضلك بيشو دقيقة وها قعيتة سيان هاي هو صور عن هاي سكيس سيان هاي أيو سكيس ده هذا صور كدك سين محاكم ده وها كذا ده ولد في ثلاث كيس كجميلة وها القبيل أو غريبة عن سرع سنين أو قريبة ير غريبة أي هرب بودايان اسمي يقان المرك دولت بارنا دتك نقلمات كهجر دتك أنا أطير بدرنا دتك أنا حب بدرنا وح طريقة إليهن أي وح إسكان عدنا وح كم جرام قف كفيري هدي أنا دولت الصومالي ودولت أنا مرت مركي مركي دولة هدر لا حاجونس دولة من كل حاجة دايرة بين عشرة يعني كابلو أنا دولت أنا قمنا وحاسس شو من بينك ودولت ليته ضعيفة أو دول نمد أنا كسين أو أنت قن دول نمد أنا لهين أو تقن باب يبلغ يحد كسرته ساسا لا لكن دائرة دو دول دوا حواي دول عجيبة وحنقة قول وذا وسقة بينلو إسهن في نفتي سب بينو شيء بينسك شيء وسقونا فيري وحال ربا واحد شيء يساهي مركب فرنك شيكتو عندي قن عند فرنك شيكتو هذا دير نك هرجيس دكان ساقة ويكورا وعنو نساقة راي نند هرجيس دكان قولك قبلا حتى وحي بحشر لح قبلا بحصل إيه بحصل وحكي من جناوة واشق قبلا شو بكتب وصول إسراك صول إسراك يأوضل يوغوي قلبات يتقدروا وحاكلوا الشيقين ملكي بدما مدور جحي مدور لاني ولا أيها للشيقين مركا نيد عايدي قبلا لك وحان جرنس كنا نعيم بدنا نسوه كانوا عدور كوزو غبتا قولوا إن كان كانوا كده ردوتا لكن وحانو هاي سغاشي أفرد دي مدركوا لها حلق دولة دي جرتي ساسا وغانا أفر سعاش الدكمن كورن كأغانا وحن كسب بلاو عرف كلا تان كسب بلاو سيل عن كسب بلاو إيو ما أعرف إيش دين عظم بهود بس مركو حوايب سؤالها مرك الأيام كل وعيتها هدي اللي ويديو وحكل الدولة ده هاي وحن هاي الدولة ده لما الدولة هجر وروحها وبين وطارق بين اسمه تقارن تذكر وحقوله تقف على سقون هذا مرك عورت برمش كيلو وحوايب وحن عود دير صارنا محل لقنا حلي وحلقنا حلي إيش يا مرك وقت ما لقينا حلي محابس و
وحلاقة ده علي ما حبيس عيدام كبدهم وقولوا صو مالي هذا لقال ضي أو مش أو ضد إن ضد ولا له صو لايان قارن اللي قارن بابي قارن إني لايان ربين ويران قفته وحد دين قيب كه دقال كان كل جلال هل مالي لقبتي أو ترى أنت أصلك قبيل دولان قبيل كل قصو قال صو مالي إيه ترى أنت أصلك وح صو مالي هرب عما وح مغلنا ما وح مغلنا ما هون بقولوا وح نقول عصوبة نين بوليس كاو سوالي قبل وستيجين يسجرنو دك دول شقيا يا قانة كاب سكوندر هذا الك يانها أنا سكوندر حاول وح الله وحي قالها دول كان جوشة لن أيام حصارها وحكم إذا العجاه هذا الك بنجيل الجينة وحكم إذا السجاك دول وحكم إذا معون وحكم إذا وحصلنا نك حصارها أم نقول مركب وحرب قبل سوالي أنت فصدت الشقاء أنك شقينا يا صاو وهيبنا شغلاس آن مرت فصدت إن قبل سوالي بن قبل كست أن تقرش إلا ما أنا قبل كجبضة بحل ليه مويان مو الوان ونحمر لكن معناها مقل شغل متين أنت كلا سقطي مرك وحاجرته وحان روا مرك إنا إنفامسي إن دول مرك قفكو هذا السس أغونين وحاي لمرك لغاية سوقله قفك دتك أقول لي تواكوما who's the worst person in the world دي الوراد قفك دتك أقول لي علم أهان الله في صنعته دينها تدلو في صروة صح وعنو غاني سافيري قفك حل مود النفتيس إنو دلو معنى النفتة داد مودو بروبليما قبسة دقالة ما قبسة أما حنونة قبورة قفك مركز حيكو عن ستي ما جعيل درتيس حيكو عن ستي النفتي إنو سكويسو سوسيا دينو سكو سميس قفك سي وقفك دادك أوليتا محاوع حل أيو حكرة شي النفتيس إنو بابي قفك كوحو تبعيتا قفتا نس أغوني أديك هدي أدي أس أغوني وريروا تصالحان إس أغونيتو حاكمي ذا هدي عاو اللي يرادو حاو اسبتالك بنادر وقرنا دغاتير اللي يراد أنا قول دكتر هين هدي عن أرجن تغاتير يرادو شغل وكسو بيعي كرام شغل ميش اللي سكا اسماء اسماء غانا نكد ميديا ميتورة وحانا نين ميديا كشغي وحانا نين بوليس كاها وحانا منين معال ودك هكا دكتر نمحك ما غانا سيفين مجي سكرو مركو وانا قف جيسينيس مجرسو قف دكتر أهمويان قف كلم جيسينيس مركو انا استغاوة مركو هذيك التاسي اللي متها يو نيكا ما تعاور جيسد دكان داد ويديس ورهيدا يورا وحاوة نين أساق هذا مركو كسرو أو كقلضو قف لي يتاتا مركا عديقة قديد وحاني جرين أثر ميسرا دي قفها إسا غوراتا واس قوات تاسا غاتا مركا وحا تيسا بوس كلابات تيسا وحا تكفر سنسا كسر الدكاس لما دوداني واح جران بقلا قف أو أغلي دو إيهار كاس غارسيسنا مركا وحاوة كاس كولي يقول لي ما واكو فهمي واما سنتا هنا ما بكالت دودو او سوم ومغا سومال انت اديس دولد بهايين وخاص حكم جرو دولدي سنهي قبل كبيده قبل الصوماليه او ولي بان هورمر احبل هورمر انا سمين دولدي دحي محمد سيد بر الله ونحرس اي هورمر كو وين كو سمي ورمات نمر وحكم كسي شيغا مجت وحكم تاريخ اللي مر سراكيل مسؤولين دلك حل بدون مهمه كسو قبطه مالها او عاد شرف بدون انا وعاصر شقين لي لا احمد جامع موسى وتلاقي عينك بروسكا ناس الشغل إلا هذا الدوكمنتي وقرحت وايا بوك وقرحت وايا معناها قوانين ذات كاس ناس الشغل جر وعاكم إذا مارت عبد إبراهيم وقوي أو أنا سجون البوصاصة أنا سجون تريها مارت قلت لانت عن شورا بوص لانت لانت عن شورا بوصاصة عبد إبراهيم وقوي ذات كاس الشغل ما تذكره هذا هو ترنا إلى عيد ذلك بدين ذات شرف له أو ما شاء الله إياه لكن جيل كذا جرى إلا قلدي وجيل أهم أوكي وهم فهموا هري وحاك كده جنب عجلات بيرة وحاك مرق وادد أنا سأقول أنا واحد رومي عندك أنا سأقول إيه كمدين لا لا أنا حسابته كم ما درس أو الضاد يو هذا بكم ما درس أو نوع هذا قط صاستا وأقول دينا إيه وحن عاوز مرك ربع وحيك أنا حسوسهم حسوس تسامين تحرر مرك فائدة محيرا يا فائدة ربان فائدة هلا ساقنا فائدة هلا وعليا بدمك ساق مش فائدة كهل ده قاعد عاد ساق وكو فائدة محاوى حقوق فائدة كل شيء وقت روبانت واسك دري واكو درسنا هي فايده هي وعو عليه انه اييس كتله انه فعل كسعدنا ماشي كساره انه نبات كل نولاد وانا ما انت سو هلا هلكس كبعدي روبانت هلكس بوت لكن ساق مو عارف فايده الساق هو هلي وحو اسمودي ايو هذا ايس اوغاد فايده التاسوا اللي ادونك وحا قدر حد هذا مو هين اسمودو وانا وانت داو وينا كويست صار كويست وحتى قف داو عنتها قف نبر كيالتها وحتى قف نبر كيالو
تي بشقة تتصالحان برشيد كل حس عطى لودس أو قرلا إلى جرنتها حنون وين أو كوجر لكن تبدر الدريمي وحبات دريمي لكن حسوا أرتا إنا أنا ما حسوا حضورك هاي يسون عاجز كهاي مركب حوا واسكس عطى لغن عادية لغن قف عادية اسمه ده لكن قف حنون سرعته إساق حوا بيش إساق واحد حنون سرعه وحيس مودين وحيس هين أي اسمه مودين مركب دادي دقال كوج عدو حيس برتين دقال وحيد تبرتو أنت تاي كرسي إلى هاي المركب كفرستين أقادر مير كأصول نقضي وحي كدب بها كسر ما نبو دقال قادر صوتي إلى هاي ما محيو قادوا هاي ولي عشر كيا مدحو ذكيرة نو متيا تكون نغضو انت مرتي ما تكرا ديكو قدر انت كور حتى وعب صدق وقرت ماشي ان بلاي كسر ريس وانا انا انا واحد سهل كسرين اني من بلاي كسر مركب ميوس مفايدي مثل مفايدي بل ايس اخرى استاغ مفايدي او كرسي في عم كفرست او وحو اسمه دقال هدا الساقه هدا انا ما امس دور قفا دور مره بحالي دد تاغرياشا ما رت قاطو اسئله سو خيرير ايغو له دد قار كود له ورحمد القولي دقال سو ود وحان دا وحس بولو خفتو وانا ميل نينو كو جوي او كو باي كوما سو دد دقال مركا وحاين ان مكو مير ياشين ومير كود ما سو نقدي اديكا وحاس ور دكو دكنا نف كدونا نف اي كدونا واف واف دقال افك سو هروا هدنا هدي اي دعراهتا واني وين دعي كرتا او مدية مداهي ما دعي كرتا او داد كان او حسل دردا حسل دردا سوي كيس لكن وامدي اي ايكسو نغنين حقيقة وامدي سن لولي سن كبير لين مالي سن كتيك دون اي وحي سن رباحر تيهور او حنون بدن وحقيقة انا تاسع امسانا دباب تيهور مد او حنون بدن اي كل عدون تاسع امسانا وانا دعي سهدي سيدا ايكو سعط وعاجر تمركا فإذا اوه الرئيساي دادك هالي بانت كلمة هان إساغم فإذا اوه هالكاس لميضا تانو هو بيهلان نبتقلي هالان ايقون محي هالان انه امتا كرنا بتقلان ايقون امارتا عقاها نكو ديقان ايه هالان مير اني يشان مير يا بيش ساق صنوض مير كي صنوض انا اوقع حتان كلموها دفنشي كال ادونو هو كان سكال امشي كالمانا وعن الها مير كي صنوض وحكونا يسنمال هادي مير كو صنوض هادي مير الان كويس او قبض غفا اسكي علي كرن واحد اودان دلهين اس بيديس او وحي جوك وحتى حتى فير اسرائيل وكره اسرائيل محيس موديس افريقيا وحده اسيا من هو اود بدنا اود سدادات لو جمي سي لو بدينا لو بدنا وحلي نمبر سدادات وحا كتين مارت ايشك وحا كتين وحلي اود الدنيا كتين نمبر سدادات كتين هي نمبر سدادات ميل كستو سنك كهذا انت كل عاد هذا لكن سيده هرما سيده هرما مركب حواي أنا عاو ده كفا فائدة على جالي لباس فائدة ده كلو كغيب جلاش البرنامج سو جل دورنا وإن شاء الله يقوم أرتوه في كل ديبان لكن أنا وحنا مثلا إن الجودة ده قال كاسوها ده قال نبتجلس صابون نقضي ده قال ميرقب صابون نقضي نبتجلينا وحاي لدو بانت ميرقبنا وحاي لي ومير الآن تويسي مير الآن ده كي يسنا ميرا صون نقضي ده قال كاس ما هو كاس صنا مر سنتكي
سلطان كسودو عاوة برامش كيرو عن فلقيننا محا دقال كي قو جعد محوصا من او ريوي وقوضو كوة قوضو كلاد نوحو يهي إساق محو كفا ايدي ربان تسمح كفا ايدي احمد يا دي اضعوم باسات هاي سيدة وراكسن برامش كاية تايدة قيمة هايلي اضعوم دو صوبالي هاري هبيرو سو غارسيريسو نمان عدك صوت صومالي ودقي سري سرة برامج كار أحمد حقيقة وبرامج نظيفة ونقولي إحي قبيلة دي عند دورينين وبرامج صومالي ودنيما كل هانت هاي إيش كصوت صومالي وعند العصو إن جوجريان أكو صوت بيران أتقو يراي ودنا كدي بتان تاسو ميداس هذا نوصل نقدو شري لواتي جوجس لواكو يصير ده هاي لواتن قال كي قوش عندك ده هاي ده مري ما ملك الصومالي لاني مصبيحي يو كم هدي حق ودير كده إس إس إيه لقاس أحمد أريد أصور تعرين وحياة عادية عجيب ونقطي أون الفلينين وحانا تاسم عنا ذوية تذكر رئيس السي أضاد سكوتشتي أضاد أيه وس أبابلي ونقالي مال وأيه سكوتشتي دجانا ذوذين السير وفضد إلى هاي وس علية أرتا تاسم عنا الكونغرليشن ومبروك ما مركز السير وانو هم بليان يا سيدك كرسورين سكوت السيهين أو حقوق بسدين تاسم عميد داس إس سي ما تروح كم تاي سيدي توكي قبل أما ما بالفدرال كعصب عنو فينا دور دا فدرال كي مدير حسن الشيخ حمسنا إنا يغوصي بو حسين دوران واي وي مديهين تذكر وضعك سومالي بديو تذكر سومالي بدو سوحال قبيعي الجب... تامر كميد إس سي ويه إس سي مانت إن شاء الله وحاقنا ركاني كرهستين عقبينتي يدلكي يدعي يبولكي الشبادي مالك سومالي مسبح كوايي إنا ما تدل حرو سوماليهين إنا ما بلقوني إن شاء الله نقود دوران واحد من الكفايتين مسكحيين هي عافمات هي ديجان هي ضد هي استراتيجيات هي إنفارمنت أنتم بقولوا لين مقدمات توارث تبع قاردي الأسعار تسيو فطين تسيو سعته نمط توارثها وأنا واحد مهمة قف كبيرات كان سيدي سبع أنت عين كبرن أياك لو بحين وسمايو طاو ما ملك إس سي وحلا يعني بطل قلنا همبليو ما ملك إس سي وأنا دي همبليين يا ما ملك السمال لأن أعمله وطين وكذا الله مملكة سومالي هرت مملكة وده هو ريبوها صدى سنة كبدا بوشري صدى سنة كبدا انتا كبدا بوشري داد يوغا لدقا ديقان كمملكة سومالي كون نولا لباتو يدع يدل يبوب يهانشبات ايه كوشري وحا هادا موغتا مملكة سومالي نوعا ها مات انو كوسي دنبو يلابا قبل وها قبل كوغيق البيت يو قبل كوغدر وكوسي دنبو يو قيبة تودر وقيبة تودر ربسترين ايه aya si walaal labo gool ku sii dambeeya waxa marka ku cad maamulka Muuse Biix halka aynu ku fashilmay ku baabay wixii taayay iyo xoogii halka ku baabay maanta halkaas ku sii ururay waxaana meesha ka baxdo kale dowladda federaalka Soomaaliya ama maamulka dowladihii hore soo baray ila maamulka madaxweyne Farmaajo awoodii in gorgortakii ay ku gorgortabayeen iyo wixii loo hayo inuu dhamaaday oo imaamta kamid yihiin maamulka gobolada Soomaaliya kamid ayuu wali baray يا كوعد ما شفت أودن بي وسمال لنا أما قرقرت الجقرة أما من دي ماذا أما شعب كم شفته وهي كم دي نقولي بعيا قرها لكوا دورها ما أمر قبل هذا فدرال كصوماليا أسوأ مداس
halka ay ku dhabatay dowladda federaalka ee faa'iido u tahay shacabka Soomaaliye faa'iido u tahay maamulka ICC faa'iido u tahay maamulka awdalo haray asagana waxaan filaynaa insha Allah sida SSC SMSC si lamida inay sameeyaan waxba hadda maamulka Soomaaliland badan oo taya ama xoog ama financial ama dhaqaale kuma hadhin wax yar ba ku hadhay maamulka ee awdalo saasan insha Allah filaynaa insha Allah talabada qaad dooran Ahmed waa gartay ma la dhigi kara faa'iido ka helen heer qaatumo waa taas oo nabad gelin kara beesha isagana waxay ka heshay miyirka inuu u soo noqday oo waxay seys moodeen inaysan ahayn ay ogaadeen cagaha ay dhulka dhigeen ma moodaa maxaa waay marka hore wax laga joogi weysaa oo ummaduna ka nabadgeli weysay oo madaafiicda ku harqinayay oo dadkii meel ummadana waxay ciidan maqlaayeen ay isjir ayaga ahay hadda miyirka u soo noqday oo markii goojacad wixii ku dambeeyay nabadgelyaha laga helay ma la dhigi kara laftooda ku faa'iideen dagaalka marba haddii se ogaadeen intay tabartooda tahayba aadiyad waayo ahmed oo bilaabada ku sii geysa dalka soomaaliya xilligii xorriyadda koonfurtii waqooyiga gumeysi dadkii hadda inaga weynaa dad baa u soo algamay dad baa u kacay koox yar baa su'aal baa u kacday kadibna shacabka ayaa ka kiciyay gumeysi ka kiciyay qolo kasta cid ka soo lahayso horta rag baa u kaca arrinka asagana waxaa hormuud u ahaa garaadka guud ee garajaana gala dagaalka oo qayb weyn ka qaatay iyo garaadada oo dhan inay iska kiciyaan runaantii maamulkan SSC wixii haldoor uu lahaa wixii qiimo uu lahaa wixii magac lahaa wixii suldaan lahaa wixii caqli lahaa waa la dilay mid hoos loo dilo mid la xiro mid shish ayuu ahaa hadday ku sii jiri lahaayeen horta waxay noqon lahaayeen badde in aan dib dambe loo maqlo SSC marka go'aankaas ay qaatay go'aan aad u fiican buu ahaa wax badan bay ka faa'iideen xorriyadda ka faa'iideen nabad bay ka faa'iideen isku tashi bay ka faa'iideen dalkoodii hore maanta u dhismaya faa'iidada ha faa'iidada ka heshay maamulka Soomaaliland ee weynaa ee marka sabab talada Soomaaliya gorgortanka iyo magaca kula jiray ee lahagaas tan xag u dhamaaday faa'iidada heshay waxa ay maamulka inay ka tarayso Burci iyo Hargeysa gobolka Waqooyi Galbeed iyo Togdheer halka ayay joogtaa faa'iidada deegaanka ilay inacta ay ku sina ay macnaha nabadgelyo ku joogan oo nabadgelyadii maanta laga raadinayay shalay ayagoo waliba raali ku ah ayagoo raali ku ah maanta ayay baryootamayaan oo ilayhiin federaal ma sha Allah hadii walaal ka miir la'aan yahay wareer diris la kuliya dhibaato ka bixmiis mugti laakiin waa faa'iido waa faa'iido weyn waa faa'iido gobolada maanta soo la salaagay cayna waa xor maanta ka tayay ku aalti badan yihiin gabadha la saaro maanta joogta xaragay gurigeeda ku soo baxaysa cid dambe oo caaqil iyo suldaan laga dil doono ma jiro dowladda federaalka garab taagan oo mata qaar ayaga aqoonsigooda miis ku saaray aqoonsada kama dhibanay sida ra'iisul wasaaraha Xamse sheegay marka waxa weeye nabadu wax ka wanaagsan nabada ma jiro laakiin qofka duu nabadiido faa'iido ayuu helayaa saameyn uu ku deeyay suldaan marka saameynta uu reebay waxaa kamid ah taariikhda ma ayna dhicin wari ma is soo yeerin nin maaratay isha kontor kor dhaafanaha wali ma soo yeerin hal qabiilo Soomaaliyeed oo dad intaas leeg maxabiis laga qabsaday saameyntaas maxabiista uu reebay walaarta muusana kala ma jecla ma mooda muuse tallaabada uu qaaday ee uusan ka hadlaynin uuna faragelinaynin inayba tahaba wax runtii ku kalifayay ay tahaba oo wax loo baahnaayo inuu sidaas yeelo maxaa wacay marba haddii nin weyn oo ilaahay aqli samac siiyey oo basar siiyey la yiri askari baa tahay dad deegaan uusan deegaankiisa lahayn loo soo diray duulaan ku qaad la yiri soo dilo soo garac la yiri in aad ka daba tagtaa ninka ku soo diray inuu kaas daba yimaado ma waxaad ka sugaysaa mataasaa ka sugi ka filaysaa xaq iyo xaqdar horta isku meel ma garaacay axmed oo sideedaba maamulkaas wuxuu ku cad maamul xaqdar ku socday inuu yahay oo dadka dhibaateynayay oo sadakaas ummadda shacabka Soomaaliyeed xabad ku waday oo ummadii Soomaaliyeed mataqaana kala geeyay oo kala dhufaanay oo kala eriyay sababtu dan oga lahayn waxa weeye markiisa horeba wuu ogaa asaga laftiisa tabar badan ma lahayn dagaal qabaayil iyo wax lamid uu meesha ka waday marka inta hadda dhibana waxay la tahay inay hadda maamulka SSC ay dhameystireen SSC na guul bay u tahay marka waa wax la filayay waayo waxdii maamulku maamul qabiil yahay oo system dowladnimo iyo nidaam iyo qaranimo ma jirin marka horeba maamul goboleedka qabiil ahaa oo reer u taliyo arrinta qabyaaladan marka dambe fashil iyo dhibaato ku dambeysa
dowladnimada iyo 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 sistemka iyo nidaamka constitution-ka in lagu dhaqmo wax ka wanaagsan ma jiro. Marka faa'iidada hereena waa intaad arkayso, waa in maanta 500 maxaabiis laga hayo, waa in mataqaana hubkoodii intii ugu badnaa laga furtay, waa in maanta mataqaana labada gobol maanta ay gorgorta ku gurtamayaan dowladdii federaalka ay leeyihiin, aanu ka mid noqono maamul goboleedada oo leeyahay maya shuruuddii ma buuxin kartaan. Faa'iidada kale intaas ka mid ah iyo in kalo badan sax waa garta markay ukaadi marka hadda hadda ma laga yaabaa marka oo hadda ma dhici kartaa maxaa taarada ka qorta caawe inay mar dambe dagaal soo qaadaan maxaa ogtahay waa ogtahay gobolka Saraag waa liqana Saraagna waa la wada degeen habal uu kala badnaa hadii la rabe ma laga yaabaa marka in arrintaanu maadaama Saraagna ay siiyeen oo qoladan is siisay oo intaas sano ay iyagu iska haysteen ما لقى يا با أدنى إلفتو ذي أركي صوت راع أي كود أنا راع أنا قنعينين أما أنا صور وينين ذك كلو ديك اللي دك إن ماشى سكك راح دار مصور قال مكولته صور كاس مكود موضة وحارت أحمد في عمرك ورا سقفك عمرك هو إنه فكره وايو أروح هنوب ده أنتي هذا صدق كيس أنا جدا بيجي صوب على كوميس كاش كدقال كده عمرك كسر باللونه صوب على سيد بقبيل ولو كله تكوي wixii dagaalo Soomaaliya ka dhacwado maanta inuu meesho lahaa ayuu jooga horta ciidana ciid maanta Soomaaliya ka baadkaan karto dadku wada noolaashiyo Soomaalime deresnimo wax uga wanaagsan ma jiro anigu ceer gaabo kulli hadda insha Allah inba ka dhicido ma filayo dadkaas waa dad walaalo oo wada dhasho wada degan oo qaraabi yahay marka waxaan filayaa inay si nabad ah kooda joogaan laakiin waxa cad oo meesha ku jirta Muuse Biixin in istaagaya ma aha waa nin asoo wax guba wax ma soo dhiso waxba guba laakiin beelihii kale xataa asaga beelihiisa ahaa oo ka midka ahaa oo dagaalkii soo galay maanta way barteen wayna ka faa'iideen wuxuu yaan way ogyihiin ma jirto marka agu saaqabo dagaal dambe oo qabaayil oo beesha Muuse Biixi ah oo dagaal u gali doonta Muuse Biixi inaysan jirin ma aaminsanahay ergaaban insha Allah dadku nabadda ma wada jecla dadan nabad daradu ay u shidantaa oo ay ugu baxdaa waxaa ka mid ah siyaasiinta qayb ka mid ah waxaa ka mid ah Muuse oo laftiisu aan suu joogo dagaalka raba inuu dagaal meesha ka dhaco hadalada uu sheegayo iyo qubadaha uu jeedinayo qaarna ay sir yihiin oo siyaasadan uu soo gaareen qaarna si cad public ugu sheegay ayaa fahmaysa inuu marnaba asigoo ka cararaya inuu meesha xilka ku waayo ilaa xisaabtan iyo maxkamadda sugeysa dadkii uu bari dhibaateeyay hortaalo marka cimri dheereysa asigoo ka wada inuu dagaal u rido oo kooxo asiga qowlaysata oo asiga adeegsaday ay arinta kala shaqeeyaan meel suurgal ku leen maxaa taas miyaanan dhici karin si nabad loo helo waa adag tahay laakiin si colaad lagu abuuro waa salaanwa axmed muuse saan ognahay oo wadada lagu soo diro la yiraahdo caawa u taga warsangeli ama dhubaanto degan meel degan caawa soo xasuuqa hadii la yiraahdo shaqo saas ku bilaaban kartaa miyaan taas la iska dhitira axmed oo aan saan ognahay muuse nin aqoon u leh maamul ama istaraatiijiyad ama sisi dowladda ma aha nin jamaad uu iska ahaa aqoonta sistemka dowladnimada uma laha waxaa soo dhibaata muuse gaareen ana gaareen laakiin muuse hadii uu fahmayo wax fahmayo waxa ay la tahay dagaal dambi soo qaadi doonin waayo kii hadduu dambi la saacanood baha wuxuu ka dhacay wuu yahay fahamkaas ka saar meesh hadduu wax fahmayo dagaal ma qaadeen hadduu wax garanayo ama dhig Soomaalinimo ku jirto ama islaamnimadiisu ay tahay wax saxa dadka shanta boqol maartay labada boqol oo kuna ma qaxiyeen madaaficina hawsra naftigu ma qaadeen habeeni maal haweeni caruur isku ma lahayn marka adeer uu horta ka malaynin naxariis darada iyo isha naxariis darada iyo waxa soo socdan waxay ehel u yaawa waxaan ka fili karnaa marka shaqa ninkii magaalada dumiyey waxaa ninku dilay hoos kuma jiro ma ninku waxaad ogeen laa isameeyaa waxaa u daaha mid kale inuu dhigo aysan suuragal ku hayn anigu waxaan ii birqa oo ii faa haddii aan caawa saadaalin inaan bixiyo in muuse suuragal ay u sameyn doono fal uu dagaal ku bilowdo waan dhici doonaa falkaas waan arki doontaa horu soo marka inshaallah aragtida haa muuse axmed boontigay hore saar ahaaba waxaan ku biri hadii nin waxaan si suuqa doonay wax ka yaqaano waxaa soo dhibaataa ma sameeyeen waxaa ku cad muuse waa warlord waa nin warlord nin istaagay maaha dagaalka iyo qabyaaladda iyo kala geynta iyo dilka iyo dhaca ayaa ugu baxda waa suurtagal inuu ceer gaabo mar labaad dagaal ka horiyo laakiin waxaan ku biri boontigay waxa weeye beelaha asaga beeshiisa ama sool ama saraag ama cayndaga maanta muuse way barteen mana qabo meel bay leh reer baa degay in muuse
ciidan boo asaga ka socota ama reeriisa ama dowladii xamsi suugisa inay dagaal dambu gali doonto dadku waa la bartay dagaalkii la socodon baa la isku bartay lagu kala adkaaday reer maanta dowladaha dowr ee qabaa'ilada xuduudada degan ee soo salaag degan oo reeraha degan waa reeraha ugu badan maxabiis laga hayo muuse ilaa hadda dan iyo muraad kama laha marka ما قبض ذلك القبائل هذا الحدود الصومالية لأن سول سناك دجان بيش يسمى موسى إنه ما تديار وهي إنه دجال مرة بعد سناك قالان وحال لك عاد هدي أي موسى سكود ضيو أو مرة بعد سكود ضيو سناك دجال كريدو ما أقول لك إيش إيش شلون يبرك دجال كجليين أنت وكتبر يراين تبر ملحين سيس ملحين عيد ملحين دقار ميسن وحامات كل عد أود ما أقول لك إيش إيش وكلية إن أي مدة الصومالية ما تتكود وانت باقوع waxaan qaba marka hadii uu isku dayo ceer gaab inuu dagaal ka horeeyo inuu mar labaad timid ka daran uu ku jami doono axmed waa ma sa taa sidoo ku fasiri doona ugu dambeyntii ee mukulatahay muuse aniga ay caawe mukulatahay muuse beesho ka dhashay iyo 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 dhubaante inuu na kala jacleyn oo qolo uu jacleyn si jirin ina wa ya halo 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 dadka ka telefoonka la midaa soo galay ee anisan qabo waxa way waxan qabaytay muuse wax kasto dhintaahay ha dhintaan dantaada ha dhintaan ninka kaliis taliyaha ama ninka askariga wuxuu jecel yahay in ee qofto dhimato laakiin dantiisa dhimato kulli wad dhimale dantaada ayuu raadinays ha ku dhimato taas inta banta marka ee halkaas horta ku baxayna halkaas horta ku deynina insha Allah bal ahmed asraaq ka soo gal ahmed asraaq aleekum الو احمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سدو عاوه برنامج كانوا وحا وسارين يا حبيبي سد جوي جوج عاده سرت كيسكوبه سيفيا عنبا او لا سعدا بلوغ الى يادي وا دغيسناي ما شاء الله هي محي كلته عاوه وحره سدح قوب انها كدحض بل فائدتي ما هو كدح و و كدح بحيا وحياله بدن او دهسون عاوه شاع عن كقاد دونا جوي لا هيه ارتا بسم الله الرحمن الرحيم اولا اديق يا دمان امه الصوماليه كو ادي كو جيرا او داوناي يكو دغيسن دون ان شاء الله حنا يا واحد يكو سلامه سلامه مسلمك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما شاء الله تلان كتب همبليو همبليو ان اوديرايا ولالهي الصوماليه اس اس سي قاتمو maanta farxadda ay ku jiraan naftoodii ee u horeen ciidoodii caalamkoodii iyo qaranimadii Soomaaliyeed iyaga waagii hore iyaga keenay maanta iyaga dib u soo celiyay oo ah buundadii kaliya ay ku taagnayd ee Soomaali xaqiiqan markaan ka hadlo sax taana waa ugu hambalyeenaya intii kaga dhimateen Ilaahay naxariis jeen Allaah kala waraabi amiin intii ku dhaawacantana Ilaahay caafimaad خير قضاء الله سي انت كو اقول تمودنا الهي فرد خير قضاء الله امين 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 يا الله انت ان تهنيتي بوغاد انت ان غسو غدبو نيما كان لا يراد اس ان ام ان هو قلد وان سومالي لا لوغو يار كلمه جاسوا وديجن صح اما دولت لوغو شيغ اما الا يراهدو group qaxo ee ugu wanaagsan waa goono goosda ah iyo group ki qaxo waxay ka faa'iideen miirkoodi ayaa soo noqday miirki soo noqday oo ma sheegay haye faa'iide heli waa miirki soo noqday koob miirkoodi ayaa soo noqday ciidankii tirada badnaa ay sheeganayeen 13,000 ahaa ee ugu talagalay inay ku baabi'iyaan way ku guuleysteen waagart murqoodi arkeen la wes aqoonsadeen wes aqoonsadeen qofku uu ogaaday qofka uu yahay intuu leegay soo gaaday waa soo wada waxay kale ogaadeen awoodda ay leeyihiin inaan meel aan gaarin ayay ogaadeen sax kelo xigta awoodi iyo baqbaqdi uu ku faanayay maanta ilaahay muxuu kalifay berbera iyo hargeysa waxa isku jiraan 7% 8% meelaha isku jiraan sax inuu chaakadii rasaasta
كريسي أنا كريم وأفر حبة اسمه حرتة هي هركا عفسي أي كارسيسي صح هركا كارسيسي عيدا كي كلا وكدارنا أي جوجي قبل هذا بري أنا إلى يسناك عيدا كي هوبكي أيو كتلي أو يريو سعبولي هو رينك سأفرت توان 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 عليك يا صح أو هوبكي إن الحاجات دي صح أو رينك مركب بتيري يا أود يفقد الشيء جناي واي عيدا كي سميونك كل سنة وهوبكو قدي مركب وقولها إجارينا كم تاني بقت مركب ووسع قنص يعني هواي een say say smooda in sanahayn sidii kursiga lahayn lagu firiisi marka hadda isbarteen oo isaqoonseen intee tabartoota inta awoodoota ka taas waa garan taas waa way faa'iido ka leh beeshi saqwa waan gudbeena beeshi dhubante tanka loo xigta ragba buurta u fuulay her ninkana geesiga umaleenaystaan taariikhdiisana waa gali doonaa her wuxuu gaaray wiirkiisa oo haystay sirdoonka dadban wadanka ka caran waagaa portal ku portal ka caan libaax haye oo magaalada hargeysa oday waayeela islaam waayeela wiir yar gabar yar aan ka baxsin jiray waagaa oo macnaha sababtu waxa ay markaas macnaha waxa way waxyaabuhu tkanu galo yani akhow damya aha haye marka inta sorti waad inta su'aal ka soo inta taariikhdiisa soo gudbaya ma imma kan su'aalama bixin jumhadii oranay SSN SNM ha ninka ina kaahin dadka sabaayada la xuxday yiraahdaan ya anjeerada dumarka la dubay ayay ahaayeen waagart taariikh ahaan cid kasto isaaqa nin dagaal kala ma noolaade dhaawac ama dhiba dhaawacyo badan oo ku leeyahay waa faafirta laakiin taariikhdu laakiin maxaa laga dhaxlay caawa waxaan ku deenaa dhaxalkii la helay waa aranay faa'iido ay heleen waa aranay laakiin maxuu saameyn u reebay dagaalku maxaa biis u reebay maxuu reebay marka maxaa biis u reebay maxaa kala u reebay saameyn oo la rabaa in la xuso waxa saameyn kale u reebay shacabkii magaalooyinka uu tagay usoo banaan baxay ee soo dhaweyn waayeen ay xaniyo ay ku yiraahdaan war ciidankeenii dadkeenii waa la haystaaye maxaa maalin qura uga hadli karweys cid tiraadana waa la waayey waaye ma dadkooda raqiisa ma dadkiisa raqiisa ma dadka la qabtay aan dad jiraba ahayn ma dad aan la xisaabsanaynaa sababtaas axmedow adigoo nin way arag ah weliba aada siyaasad ugu dhuundu leedaha sababta dadkaasi ninkaas uu inkiray oo wax kama soo wax kama jiraan loo yiri ma ii sheegi kartaa sababta loo yiri kow haddii xaqiiqda arata kow ninkan wuxuu ugu talagalay inuu dadkan ku baabi'iyo oo awood kale oo wuxuu ka baqayay nimanka habar jeclada la yiraahdo iyo nimankan garxaj iska la yiraahdo labadu aad iskaga ilaaliy ahayd waagart labadii garxaj isku waa ka baxay siyaasad ahaan ugu baxay meel laakiin ciidanku waa ku jiray sax nimanka ku baaba'ay oo shanta boqol markii laba loo kala qasho qayb waa habar jeclo waa baaba iyo uu la rabeena wuu la helay sababta ciidankii la qabtay ayuu ka hadli lahaa wasiirkiisa maxaa dhahaa amniga iyo arrimaha gudaha waa nin habar jeclo ah kan guurtida fadhiya waa oday habar jeclo ah kalabangaal yaraa mid ku qasbay malaha uu yiri war maa ka hadashid dadkaasi baabaay waa garta marka dadkaas marka ha hadaan laakiin
عربا واي انت اسلك عالمك ولي ما مقال انيك انت اسدد لقبته بحابيسة ما ملكي لا قفصة اورنا لح سيبتل ان درك الجلينين احمد انقود احمد انقود ماي سلاطين تودي عدت هذا شيء مالها واقرت شعب كودي تتكاس لقبتي والد كواييني المعذرز دي اهدد اهيين عدت هذا شيء مالها لو الغفار انا ومضارة واركة هاي كو انا حق القضاء السيمون حقيقة هان ما كان كالا داي ريالكي ماشي او محاوه ما ايسو تورتي ها خلاص سير جرائدو قبنايا هي مركا نلصي لها تتاسي النقط مركا عد كان حي سما ما نبتي قدن بيسي فيصل عبد البوتان قري لقد ايا قضاء لو قسمي واقف قلدان مركي لا هي انا خورنا هي هرجع لو حصته شو لمدو عزيزان كو سيحنا ريركا دان شو لمدو يا برجع له صح هذا لو سمي عزيزان كو سيحنا وعزيزا كورنيل كان هو عزيزنا دغارك صح علشان مركي الساس اللي هي مين كان وا لو شقيسنايا ميد كلو هرجع له ان داقت لا صار قيانة ما شو كتير سو مالك جا كان كله عقا و إنه فرتي إنه لعنه وقف وسجن اللي شو الويست وسجن والله وش قصدي محل إسكارسين كده إنه والله قد قصدي إيه نك كله إنه والله قصدي صار مركب هذا كله نحليه هذا ما لقيه هذا كده إنه موسى راديو بس راديو تصلان سيد محبيس تسلوه للا برس وسمايو وان ارنا هذا مشكله كسي بدن وسمينا ميل كسته تحرير كي تكلا سمينا هوش كلا شغال حتى وحده ام بوداه انه واسي امه دورن ياسيغا مانتا نقطي وحوس كجر جيبوتو اسك غوي سومالي اسك غوي قودون سياسه دو غلي وحد مده كليس ربوتين انو يا مركا اياتيك المستقبل دكاسو مخي كولو موقتا اي كو سورا دو غارد مخي كولو موقتا اي هذا كاس انا احمد انا وحي الى موقتا نين كان كور اي هوس دغال وير بدايه هبر جعلوا موك عناية واقف يلي عقل قودي يمسكح ذو يولي مسوتكين مركا مو دقالك قوج عدا عشر انا وليه استكبرنا الليضا عشر كلاودما عشر كلاودما سوفتا إلا هدا عشر كلو كلابين لو عشر كاس اي عشر كلاودما قاتمو ايه تتكو فكرة اسي سيخات تمنا قوان وحي قارتي هل حبو قوش هديك سويرتو إلا إلا ي ي ي ي ي محل هاي برعوس عنينا يعني صح أقولك أود ما تسكي عليان ماله صح هو ابن ما هيسان صوبت أدونكم ولا شيء ذات حتى إسكتها بأدونكم قبيل سوماليات قبيل كله تعرف ما هاي يعني تعرف ما هاي مكتوب هو اللي هذا كسر الله تعرف ما تعرف أقول لك مغلما ذا أنت أصلح لكن هالمرة والله أنا نلشي من مقل ها وعن وحنا مغلوا وحنا نسوي وحنا نوع صباح هذانا وها كسي حلو بدل ما دتك لا يقف صدق هذانا عم حساب وجرب وحنا إذا بدك كان مرخيصة ما ذك كان سيل ربي نقول لها يا ما ذك كان أورما مصومالي سرعين دتك كان نكهة ما ذك ما دتك أشياء كنا يقتلا يسوي مديكو صو صو ميس ودق ودق مين أنا هذا فيري أنت أحمده أحمد والله هذا أما أنا قم هاي دتك وليبة والله الدجال كان نصب باللابي للسعودية إلا وكتنا ماضي ولسه إلا هذا نصلا هو هاي رنتي حقا سدتي سنو تاجر هاي وحقا نشيجه تاجر ما هنروح نشيجه حقا نشيجه تاجر ده يفهم سلك أنا حقا مرة بلجري أو إني ما كان لجر دري الدرمين ديجان كده جروه لقدر لستي لقدر بابي ما الكل دي كده الحلال لستي أنت هسيب حنشيجه أما لقوش على ما لقون عباده لكن أنا مركا عاو ويرش لقبتي والله أو عاو كحر لسعانو ayo ah niman qasisin la dhikoro oo la dhikoro niman mashiidi ah waa oo la dhikoro niman allay rasuulka furto waa oo dadkii laayay oo ma didi gooda banaystay oo lagu shaqeystay allay oo aamisan ayaa hadana waxa aanu u nahay waxan leh waa wiir Soomaaliyeed waa la qaldan oo hadii maanta dhaqan cilmi wax lagu sameeyo amu noqon in dalkiisa faa ayaa ugu jirta maqlaysa oo caawana ku digan baa Soomaaliyeed oo maxbuusa oo asoo qabiil kale qabiil ku ولو أي تاي وحلوقة فالآهات وفرهم
ما هو يعني دروه مرك أذو قبيل وحبا أنا قرقيسي قش أذو هر هر أذو هذي لو غطوا وحنو بانتا معنا الدنيا خوفت الدنيا عبادنا الدنيا وياك قوستي آخرنا مجرتو أنت أدوك جرتنا فرحوا يكون ولا نسا نفهم أحمد هرت فير عن كلا سارنا ولا كيو هي أسكري عادي قاعد بلاها يكن حديقها وتو هرت لبا وكلا سارنا كان تبلا وتو أحمد جوج مركز استعلو إيه جوج إيه جوج كم أقبل له هلا ماشي بالدولة كده صحيح أنا ما ملش يا هيد أسكر إيه الدولة ما هي مك وملش الدولة نهيد أسكر إيه الدولة ملش ما يواو واو 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 ذهب كي يقول أقولك ما يانا كأقلا حبا نقم كل حبا قال نيلا دو سفيرة دو يرا دولة أنا هاي أسكر وحصدينا القاتمة ويانو غلدين هذا هو قنصتاك الجبل دولانا قبيل قبيل كل كسود دولين أنا تاس وفهم سنة هاي. هي. وجيت أنا كوت محيطها متقارن. حتى إني كان حيران فيصل عبد البوتان أي رهدا ما ملك ماشي شيعنا هاي ك هديس إلا جل ما راديكي. طب تا أسرار بدن يصير بدن بوايا صير تاس إنه فشلون تالي كده. صح. حقيقة هان مركز يارو تيه تعالى الله وابا الصحة نيو توك اديك صعيب كا او ادي سنشقي سيني سين او نقر اسم ملكتين او نباتوه ما اساسا ميسين حدي لقبتو قبل شيسو حكي جعشين اللي قدين لدلو معاوا سيرتا اديك ايو كينا وحيابي اساميس وان عدا يتاس واي افري تيم سلادين تودي تدكو دي واوينا نمكي ايه سياسيين تشيغانا وعال تمايان وقفل قاتونا صح مركي قف كستو دمير لو عقل لو فاهمي كرا مركي ماشا معامل كمتر لبقى بقى إلو استشوه صح مجل مركي أنا تاسم كسو كبك بينا يا أحمد أنت يا لو ما صنتي أحمد وكيما الله أحمد الله شرف الله الله بشرف الله عيسى آمين الله عيسى ما شاء الله وكسو أحمد وبرفي بدمو وقت والله حي غيرعي ويا لي بي بدمو وقت والله حي غيرعي وحباب الله هي جاي عي وحباب الله هي جاي عي وحباب الله هي جاي عي بعد غاب وارثان وارثان إذا نواف ساي ساي توي ساي 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 وحباب الله هي جاي عي ويا اللي بي بيدمو وحباب الله هي جاي عي 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 أنا واجهنا قتل خلايا.
وهاواي هستي سرت كان لابد يكون إلى باتن يسد هذا هستي بحري إيه سوي سرق بحري لكن وحصل عزبوني سعيد وعي كحر أنتي برنامج كان مركي ودعي جوج عديشة لا تكبش أمير كي أو عمل بهي برنامج كي جوج عدال كيسي مير كي ساقو صنري إم عاش كي لبانتي مير كي مير كي ساقو صنري إم عاش كي لبانتي يا مير كي إم عاش كي لبانتو مير كي ساقو صنري إم عاش كي لبانتي برنامج كي عمل بهي نعي أو مير كودن أو صنري ساق ما عاش كي لبانتنا لبانتنا وكم عاش ماشاس هذا ما يخلو كل ربع له هذا يسني شجع ما يخلو كل ربع له يشجع داد الدوجرو وهاواي أدي أما عص أما كفي عوجرو يشجع ميركي وهاواي ميركي مي هاواي ميركي ميركي سخ أصانوي إما عاش كده بانته ده قال كجوج عدة وأكو معناه كرا إنتاس إنه يابس وأكل أكو معناه كرا مجرد سانس ليه هاواي وأكو معاشي ميركو أصانوي بيشس وأكو معاشي وماشس مال يو أنت كهري يو يهوب يحكهري دعال كي سمارت إيش فش حما جوج عدد دعال كاسو دعال أنا قرحين معاو على واحد لمن يحين ولد سوماليت أو رنتي قرض قرض حلو فهمسي دعال إسلام دولم كسو قال إيه قهر تل إس دعال بدل دعال إس شاكلين سومالي ولوجي أو قبيل دعال بإلهكم من استي مركه دعال دعال كذا هين Soomaali wasku dhaxan nooshaa waa isku dhaxay isdhexdeysa laakiin hadii aad deegan aad deegan ka dhayn aad duulan ku soo qaado de horra tahay waxa la mid tahay guriga ee waan ognahay xasuuqi in dalanta ah ee dadka Soomaali ee masakiinta ee noocyada kala duwan ee dhibaato inta leeg loo geystay oo aad ogtihiin hooyay carurteed dadkii mahashti waayelki oo ay runtii maalmo waxaanu soo yeer jiray dhimasho aad u calo xun ma jecel dad lagu laayo dalla marka in dhaxma badan ayaa noo soo jirtay ogtiin taas sabab ah qalafsanaanta iyo miirlaanta iyo aqoonsilaanta caawa hadii sheego dadka waxa u liita waa hadii sheexan kuri dadka laba qofood u laba qofood saddex badan hadaa doonte laakiin laba miiska saaran loo qof waa qofka ii sheeg maxan ku jiraa aan saqoon oo qofta aan saqoon qofna waa qofta koowado قفته أنا سقوم قف سي اسمه ده أنا هين معناه وحي اسمه ده وحي سرهين وحي سرهين اسمه ده قف كاسي وحاكهم قفتاس قفت أيدنا نفتي دشة وفهمت حالك ضنت واستراتيجية نفت هذا ويسو دبعتهم به وقرافيسا ما وقبل يوم الدين يوم البعث بالي رادو أو محاسة مس أو ممكن إنك كير قبل كسوجين مع نفت هذا جوز إني سوجيسو ما وقبل ما قفك نفتي سجوي هذا كله يتب وعقله كحية qofka isa qoon waayo oo wuxuu yahay been iska dhaadhicin fiirib waxaad ahayn taas ku sheegto oo aad tiraado salaan waad oo wiiqal cilnaa Soomaaliyan baanahay dowlad baanahay aniga waa la aqoonsan yahay aniga waa dowlad baanahay jir waxaas waa riyo waa been aad iska dhaadhicisa marka waxa way waxaad ahayn iska dhigta ama waxa way kuishay gabar abci tir inina xuri naag baan noqora war naag ma noqon kartaa waxba dhashaa ilmeenas nuujisa كو ما رتنا هاي إله أو وايدا نقص بتو ده ناعن نقارننا نسألك ناعن نقارن صوب أركنا ناعن سديك ناعن من نقارن ناعن إله وهاي بدي إله بحشو ناعن وحوي هاي النقطة المهد الشاء من ما ده اللي كتالو مس وحاس سو أركت أجدها ناعن وحلا جواي ما أدي كويا ناعن وحلا جواي ما أدي كويا حدين ناعن وحلا جواي أدي كقطال وابنوشي وابا معاش كروي ناعن وعروي دلان مرت المهد دلان وبح قرحة دلان دلي نقدلان هدي عاوة جزيرة انت لقي جزيرة بقول قفوض ونوع عاس لقي جزيرة ده سكنت السنة كده بقف من ولا على أركما إلا واحد ده حنا لا ما مكت ما فهمت إلا من مكت مركا ده كوا حنا لا وحوي كوا حنا لا هدي لبني الناس لبني اللي مارت إيشك نين اللي يرادو نين عادي لقي نين كروا سنة لبني هو إلين مكت سيلبس ناقص كل شيء اللي يرادو ناقص قطة المهم الماك سويسة ما المكم ما دارين معناه هو نروش وضمانه ووصاصه وضمانه سا مركه فير إلى هاي مركو ندق لب السمين هاي علمي وكجرا مركه وحواي قف كسد هذا وحيتها مركه وقيمة قفت زعلت قفت لوض وحيس قفت لوض حيتها وحيس هاي مركي اسمه دقفت وأكون شيء غاو أصلا نينو ناقص كده وحوس هاي من وانكره من وانكره وحوس هاي نص كل شيء معناه هو مركه هذه لمبرك لباض وقفتاس لمبرك وقفت إز دشوا ككحي غواكاس كقصي حوس ده حبيته متى
ككسي حقو سدحاد وعيتها واكن ومداس ugu liito sadexaad oo ugu dambeeyo la dhigi karo wuxuu yiraahdo waa kaliis wiilal yiraahdaas waxa yiraahdo un baajira waxa yiraahdo un baajira kaliis wiilal yiraahdaas marka waa nambarka ugu dambeeyay kaliis wiil umada ku dhex jira kulli dad badan kaliis wiil oo badan iska jira laakiin taas umada ku dhex jirta laakiin labada banaanka istaagsan waa qalawaas ugu daran marka labadaas caawa beesha isaaq miire yeelatay kal waxaysan ahayn bay ismoodi jirtay ismaysan aqoonin agay dhulka dhigtay dhulbaan taxta lebsi isma aqoonin laakiin hadda waa isbareeyey inuu yahay meel xoog leh dad iska celi kara isku kalsoon maamul dhisan kara ummadda israjaan qaadi kara taasna wuu shala wuxuu u fahamsanaa adoon cid ku tiirsanaan adoon dhulbaan adoon majarteen aadin adoon isaaq wuxuu ogaaday inuu meel iska bixin karo asiga loo baahan yahay asiga uu yahay dadka soomaali taarikhda ugu fiican leh uu ka mid yahay xorriyadda maanta la haystay yahay nin taariikhdiisa loola taariikhdiisa inuu dilaayo maanta ninka darwish waxa u xareysan maxay tahay rekoord ku xareysan miyay meeshay xorriyadda soomaaliya ka bilaabatay iftiinka soomaaliya ama afrika ka bilaabato dadkii sababtu waa marka waxa waaye asna waa isbartay hadda laftiisu asiga laftiisu isma aqoona waa isbareeyey laakiin macaash ku helay marka waxaan yidhi dagaalkii isagna isku bartay isagna isaqoonsaday oo is ogaaday dhubaantana ku macaash marka macaashkii limaha isna waa isbareeyey laftiisu oo isbareeyey laftiisu marka awalkaasa barnaamijkeena oon ku xusaynay sanad guuradii koowaad ee ka soo waratay foolxumadii iyo wiilaan wiil soomaali meel ku dhintay meel qurxoon maa laakiin dagaalkaas wuxuu keenay miiri qabuu keenay ummaddii oo miirka usoo celiyey ummad miir la-aan ahayd miirka u siiyey marka halkaas caawa kusoo gabeyana dagaalkaasoo taariikh soomaaliya ugu runtii ugu cajaa'ibsanaa uguna yaabku badnaa halkaad nagala socoteen oo warbaahinta s w t v waa barnaamijkeenii aala oo nooga barateen oo ahaa saacadlaha oo ahaa barnaamijka saacadlaha oo marwalbaad kala xiriirtaan soomaali wadan t v oo marwalba idin soo bandhiga isagoo marwalba arrimaha bulshada idiinsoo gudbiyay arrimaha siyaasadda taasoo dadka soomaaliyeed si toosa qayb uga qaataan fikirkooda aragtidooda ayagoo xor ah oo cid ku qasabta aydan jirin ayadoo markaas ujeedkeenu yahay in la helo bulsho caafimaad ummad caafimaad qabta oo isla markaasina qaladkii saxa meel iskula saxda waxaan leeyahy daba ku xirow oo la wadaag asxaabtaada soomaali wadan t v haddaba caawa barnaamijkii halkaasaan kusoo gabgabeyn aan axmed didacdaa intii dhimata alla u naxariisto dad soomaaliyo dhintay ahayeen intii dhaawaca allaha caafiyo inti xirana ilaahay xalaha u keeno inti xirana ilaahay xalaha u keeno wiil soomaaliyeedoo dulmi lagu qabto xiran waayo ilahay taasoo baryana halkaas caawa barnaamijkeena kusoo gabgabeyna asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.